لسه مع النادي الاهلي ومع قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وبمناسبه قطاع الناشئين، الف سلامه للكابتن بدر الركب اللي بيمر بوعكه صحيه بسيطه كده، ان شاء الله يقوم منها على خير ونتمنى له السلامه. ورغم ذلك متابع الاختبارات، ويعني الله يكون في عونه الحقيقه، يعني هي وعكه صحيه بسيطه وان شاء الله تعدي على خير. النهارده الاهلي قرر مد اختبارات الناشئين اللي بتقام حاليا بمحافظه الشرقيه لمده يوم اضافي، ده طبعا بسبب الاقبال الكبير جدا اللي شهدته الاختبارات في المحافظات. وبدأت اختبارات الناشئين في محافظة الشرقية يوم الثلاث اللي فات داخل مقر أكاديمية النادي الأهلي بمركز شباب أبو كبير، وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات. وطبعا عملية البيع كبيرة جدا والاختبارات جاية بشكل كبير جدا، ومدوا يوم عشان يقدروا يحققوا رغبة الناس اللي عايزة تتشاف واللي عايزة يتم إن هما اختبارها في النادي الأهلي. ده حلم طبعا مشروع لكل الأجيال. وتتواصل اختبارات النادي الاهلي للناشئين في مختلف المحافظات، حيث من المقرر ايضا ان تنطلق اختبارات محافظه السويس غدا الجمعه ان شاء الله، وتبدا منافذ هتبدا ان شاء الله السابعه صباحا، علما بانه سوف تقام في مقر اكاديميه الاهلي بنادي النصر البترول. حلم لكل الاجيال، وكل الناس نفسها تلعب كوره، وكل الناس نفسها تبقى جزء من النادي الاهلي. فبالتالي الاختبارات في المحافظات دي انت دلوقتي انت اللي بتروح للمواهب، عملت جزء من الاختبارات هنا في النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، وطبعا شفت عدد كبير جدا، وطلع بالمناسبه مواهب كتيره جدا، وهيتم تصفيتها مع الشباب اللي جايين من المحافظات، وهيتم تصفيتهم ايضا مع الشباب اللي موجود بالفعل في النادي الاهلي. عمليه الاختبارات المره دي بالذات بتتم بدقه شديده جدا، اكتر من عين بتبص في كل ملعب. الموضوع ماشي صراحه، يعني للناس اللي متابعه هتلاقوا ان الموضوع ماشي، الناس هي اللي عايزه الاختبارات تتم بشكل نزيه، وده العادي بتاع النادي الاهلي. كل المواسم بتاع النادي الاهلي على مستوى تاريخ النادي الاهلي كل اختباراته بتتم بنزاهه شديده جدا. المره دي في اكتر من عين خبيره جوه الملعب، سواء كابتن بدر رجب، كابتن احمد ناجي، كابتن خالد بيبو، كابتن وليد سليمان، كلهم عيون خبيره، وكل واحد بيبص وكل واحد ليه راي، وكل واحد بيبقى شايف ان النموذج اللي محطوط ليه يبقى لعيب للنادي الاهلي ليه مواصفات كتير جدا، سواء على المستوى الفني او كمان حتى دلوقتي بيبص بشكل علمي على المستوى الفسيولوجي وعلى المستوى النفسي وحاجات كتير جدا يعني.